والله الأجواء الرمضانية المحيبس، العادات تقاليدنا، الطبة الطلعة، الناس الجوارين، واحد يودي أكل للأخ. طبعا العادات اللي نمارسها حاليا انه هي زياره الاقارب ويعني التقاء بالاصدقاء، مثل يعني احنا اليوم طالعين تقريبا من الساعه 10 ولحد الان مستمرين، فيعني تكون وقت مفتوح خلال رمضان زياره اصدقائك، ويعني التواصل الاجتماعي يكون كلش يعني فعال بهذا الشهر. فيعني ان شاء الله نحافظ على هاي العاده اللي هي اشوفها اهم من الالعاب، اهم من الركن الرمضاني على قول زميل عبد الله صديقي. فانا اشوفها انه هاي افضل عاده، انه هي التواصل، تكون يعني تقارب بين الاهل، وهاي التفاصيل تكون كلش ممتازه. يعني شوف العادات اللي فقدناها انه يعني خلينا نقول الشغلات التراثيه، مثلا لعبه المحيبس، مثلا الدومنه كذا، يعني نمارسهم بس مو بصوره فعاله مثل قبل. يعني احنا يعني انا مجتمعنا احنا اللي عايشين به حاليا. والله هواي عادات، من ضمنها انه الاكل، انه دائما وقت الفطور متعودين الجيران، الحمد لله شكرا، شغله كلش حلوه انه دائما يشاركوني الاكل. هاي وحده من العادات الحلوه. والعاده الثانيه انه هو اكيد ان اللعبات الحلوه الشعبيه اللي دائما نلعبهن برمضان، مثل المحيبس والدومنه والشباب، يعني اجواء رمضان الحمد لله حلوه. واكو شغله كلش مهمه اللي هي دائما هاي العاده المستمره، مو مستمره، هي جت جديده، اللي هي الركن الرمضاني. ينطي يعني نكهه الرمضان كلش حلو، خاصه بالبيت الركن الرمضاني. شايفين العوائل اللي سووه الركن الرمضاني، فهي هاي العاده كلش حبيتها. ركن الرمضاني عباره عن سوالف، تدري نسوان واهلنا انه يحبون هيك سوالف، فجزء خاص من البيت، جزء خاص انه يخلون فانوس وذني سوالف، يعني فشان زينه انه يدل ان هذا البيت بمرحب بالطقوس الرمضانيه، يعني الشوربه، الجمعه بالاهل، دائما هاي مستمره التقاليد، السحور كل ما يصير لما يصير احلى. اي بعد هاي الامور الحلوه تصير، البساطه، شايف هاي الامور البساطه كلش حلوه، كلش تعجبنا. خلال شهر رمضان، يعني خلال شهر رمضان احنا التقاليد بعدنا محافظين عليها، القعده فسويه، الفطور فسويه، طبعا الضحك، وطبعا بعدنا احنا بداخل البيت، احنا بداخل البيت نلعب بنحبس، تمام؟ تصير الساعه 12، طبعا كنا نجمع ونلعب بنحبس، يمكن تقريبا 3 نظل لـ4، طبعا مرات نطلع خسرانين، مرات نطلع فايزين، تمام؟ شنو عادات خارج البيت؟ طبعا التقي باصدقائي، يعني بالشغل مرات لما نتلاقى ونروح القهوه، او نقعد بمكان مفتوح، او يعني نقعد نفطر بالمناطق، هيك مناطق سياحيه. والله احلى شيء يعني بشهر رمضان تواصل الاقارب وصله الرحم، وان شاء الله طبعا اقول من هذا برنامجكم الكريم الله يجعل شهر رمضان مبارك، خير وبركة عليكم. واللي أكثر شيء حافظنا على هذا السؤال اللي سألتيني به، حجاب المرأة والستر، لأن بهذا الشهر الفضيل لازم تكون المرأة من تطلع، خاصة إذا كان الإنسان صايم ما ينظر إلى هاي النظرات اللي المرأة متبرجة ومتفرعة، لازم تحافظ على شكلها أمام الناس.